أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين والتي نقدمها من استديوهات الميادين ومن العاصمة الإيرانية طهران، حيث الزميلة وفاء سرايا وفريق الميادين، ونستهلها بالعناوين. استشهاد مدني سوري برصاص دورية للاحتلال الأمريكي في ريف القامشلي، والأهالي يتصدون لها ويمنعون مرورها ويعطبون عددا من الآليات. الأسماء النهائية للمرشحي انتخابات مجلس الشورى الإيراني تودع في الدوائر، والدعاية الانتخابية تبدأ غدا، ومجلس صيانة الدستور يشدد على عدم التدخل في خيارات الشعب. ثلثا الشعب الفلسطيني يؤيدون اللجوء إلى العمل والانتفاضة المسلحة ردا على صفقة القرن وفق استطلاع للرأي. رويترز تنقل عن مصادر حقوقية تلقي بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا طلبات للقبض على مسؤولين إماراتيين بسبب جرائم حرب في اليمن. واشنطن بوست تكشف أن الاستخبارات الأمريكية والألمانية تجسستا على أكثر من 100 بلد بواسطة شركة سويسرية لتشفير الاتصالات. الرئيس اللبناني يؤكد أن كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القانون، وجمعية المصارف تدعو إلى سداد سندات دولية مستحقة الشهر المقبل في موعدها. تحدثت وكالة سانا السورية عن أنباء باعتداءات للطائرات الأمريكية على قرية خربة عمو بريف القامشلي بثلاث غارات، وأشارت إلى أن القوات الأمريكية انسحبت من القرية تحت غطاء الطائرات الحربية. القوات الأمريكية كانت استقدمت تعزيزات إلى المنطقة بعد تطويق أهلها دورية عمدت إلى إطلاق النار على مدنيين ما أدى إلى استشهاد مدني. وفي موازاة ذلك أشارت مراسلتنا إلى أن القوات الروسية أرسلت 5 آليات إلى القرية مقابل التعزيزات الأمريكية. وللمزيد ينضم إلينا من القامشلي من القرية من خربة عمو بالتحديد شيخ عشيرة البعاصي السيد خطيب الياس أبو داري. نرحب بك سيد خطيب، ونسأل بداية بالتفاصيل ما الذي حدث في البلدة المذكورة؟ والله صباحا اليوم الساعة 8:30 صباحا جن 3 آليات مدرعات على قرية بير بوعاسي وعلى البتشارية وعلى السويدية، وتصدينا لهم طبعا بالحجارة وقشرنا أعلام الأمريكية وكسرنا السيارات، وإحنا جاهزين بالنسبة للوضع الميداني. إحنا كل مواطن شريف وكل السوريين شرفاء. إحنا احتلال الأمريكي ما له مكان عندنا، بنوب أبدا ما له مكان عندنا، وإحنا سورية قالية، وسورية إحنا رايحين نقدم بالنسبه لنا، نقدم بالغالي وبكل شيء نملكه احنا هنقدمه لاتراب سوريا الحبيبه الغاليه. يعني نفهم من حضرتك بان اي محاوله جديده من قبل القوات الامريكيه للدخول الى تلك الكره سيتم التصدي لها من قبل عشائر المنطقه؟ كنا دروع لهذا البلد ولسوريا، واحنا تراب سوريا غالي علينا، واحنا جاهزين لهم وما لهم مكان عندنا، لا هم ولا غيرهم. كل شيء قوات اجنبيه ما لها مكان بسوريا، ما في له مكان غير الجيش العربي السوري. طيب هل لديكم ربما اي معطيات حول الاسباب التي دخلت بموجبها هذه القوات الى تلك القرى؟ معروف هذه القرى وحيثيه هذه القرى وخصوصيتها ايضا. هم دخلوا عشوائيا، يعني دخلوا عشوائيا. سوريا بها شرفاء وهم ماشيين عشوائيا وماشيين بتوحش. واحنا بالنسبه لنا احنا الدم مو غالي، يعني دمنا مو غالي علينا بالشان سوريا، واحنا جاهزين نقدم لسوريا اليوم وبكره وبعد بكره لاخر جندي اجنبي يطلع من سوريا من هنا. طيب وكيف عادت وانسحبت هذه القوات من انسحبت بضرب الحجاره وبرجال سوريا بالقوه السوريه بالشرفاء الموجودين بسوريا وبشرفاء كل سوريا شعب سوري شريف. نعم. واحنا القوات الاجنبيه ما لها مكان عندنا يا اخي. اذا السيد خطيب الياس ابو داري شيخ عشيره البعاصي حدثنا من القامشلي، شكرا جزيلا لك. وللمزيد أيضا من التطورات الميدانية تنضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مديرة مكتب الميادين هناك ديما نصيف. ديما يعني فقط
بشكل سريع لو فقط نتحدث عن ما جرى في تلك الكرة، كرة القامشلي، كيف دخلت القوات الأمريكية والأسباب التي دخلت بموجبها وكيف عادت وانسحبت، ما الذي جرى بالتحديد باختصار قبل أن نذهب إلى التطورات الميدانية؟ يعني بحسب معلومات الميادين بأن هناك دورية أمريكية كانت تحاول أن تدخل إلى هذه القرية خربة عمو، وهي قرية تقع إلى الشرق من مدينة القامشلي. الدورية يعني كانت تتوجه من مدينة القامشلي باتجاه هذه القرية، رغم أن هذه القرية وبقية القرى التي يعني بجوارها هي تحت سيطرة الجيش السوري، وقام أهالي هذه القرية بالتصدي للدورية وكما شاهدنا في الفيديو، ولم تسمح لها بالعبور، ويعني وكان هناك رشق بالحجارة، ومن ثم كان هناك تحليق للطيران الأمريكي من أجل الضغط لإطلاق سراح الدورية المحتجزة من قبل الأهالي، ما أدى إلى يعني تصاعد الموقف والتوتر في الموقف، و يعني قيام الجنود الأمريكيين بإطلاق الرصاص نحو الأهالي، مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين من سكان هذه القرية وجرح آخرين بحسب مصادر الميادين. وطبعا تم السماح للدورية بالانسحاب بعد وصول 5 مدرعات روسية تدخلت لإنهاء هذا الموقف أو هذا التوتر. ولكن أيضا بالمقابل كانت أيضا واحدة من الأمور التي حاولت الضغط من خلالها واشنطن بأن هناك غارات أصابت الأراضي الزراعية المحيطة أيضا في هذه القرية وبالمكان الذي كانت يعني تحتجز فيه الأهالي الدورية الأمريكية. نعم، طيب بالنسبة للتطورات الميدانية في ريفي إدلب وحلب، القرى التي يتم تحريرها كيف تؤثر على تأمين الطريق الدولي دمشق حلب وبعد طبعا حلب؟ في الحقيقة دينا يعني في الأيام الأخيرة خاصة اليوم وأمس كان التركيز بشكل كبير جدا على المحور الجنوبي والجنوبي الغربي لحلب في المعارك التي يخوضها الجيش السوري، لأنه يعني تقريبا منذ أن التقت القوات المتوجهة من الأرياف الشرقية لإدلب بالقوات التي كانت تتقدم من حلب باتجاه الأرياف الجنوبية للمدينة، أصبح أغلب الضغط للعملية العسكرية هو في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي، الجنوبي والجنوبي الغربي، من أجل استكمال تأمين الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب وتوسيع هامش أمان هذا الطريق. اليوم الجيش دخل إلى قرية عرادة، إلى أرناز، إلى الشيخ علي، يعني الأهمية الكبرى ربما لقرية أرناز التي من خلالها يستطيع الجيش السوري أن يسيطر على مساحة واسعة من الطريق بالنار وبالسيطرة يعني من مكان مرتفع نسبيا، وأيضا اقتراب الجيش من الفوج 49 في مدينة في بلدة الأتارب. وبالتالي اليوم العمليات تتركز لتأمين أو توسيع هامش التأمين الأمان للأوتوستراد الدولي حلب دمشق. نعم، إذا ديما لصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان ناقشا هاتفيا الوضع في إدلب في الفترة الأخيرة، واتفقا على أهمية تنفيذ الاتفاق أو الاتفاقات الروسية التركية بخصوص سوريا. إلى ذلك أكد بيان لهيئتي الأركان السورية والروسية أن الإجراءات التي اتخذها الجيش السوري في إدلب هي رد على استفزازات الإرهابيين، وأشار البيان إلى مقتل أكثر من 150 مدنيا الشهر الماضي في إدلب بسبب هجمات الإرهابيين، وحذر من كارثة إنسانية محتملة في إدلب نتيجة تصرفات الإرهابيين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده عازمة على إبعاد قوات الحكومة السورية خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية الشهر الحالي، وأشار إلى أن تركيا ستفعل كل ما يلزم بما في ذلك استخدام الوسائل البرية والجوية لتحقيق ذلك، وتوعد بضرب القوات السورية إذا أصيب أي جندي تركي في إدلب، وقال إذا سفك الدم التركي فسيكون ردنا عشرات الأضعاف. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن روسيا لا تزال ملتزمة باتفاقية سوتشي مقابل استمرار نشاط الجماعات الإرهابية برغم تعهد أنقرة بتحييدها وفق الاتفاق، وقال أن موسكو تلاحظ بأسف قيام هذه الجماعات بمهاجمة الجيش السوري من إدلب ومهاجمة منشآت عسكرية روسية، واصفا الأمر
بغير المقبول. الجيش السوري إذن كان حرر بلدة العرادة ودخل قرية الشيخ علي غرب أوتوستراد حلب دمشق الدولي، وصعد خان العسل غربي أوتوستراد حلب دمشق وقطع طريق حلب إدلب القديمة، وبذلك يكون الجيش السوري قد استكمل تحرير الجانب الشرقي من الطريق الدولي حلب دمشق بالكامل. وبالتوازي تواصل وحدات من الجيش تعزيز انتشارها في محيط الطريق الدولي حلب دمشق في قرى وبلدات الزربة وإكاردة بعد تحريرها، إلى جانب نحو 160 منطقة في كل من إدلب وحلب. أعاد الأمن العراقي فتح جسر السنك وعدد من الساحات وسط بغداد بعد أشهر على إغلاقه بسبب التظاهرات، وقامت القوات الأمنية بفتح عدة طرقات في العاصمة العراقية كان المحتجون أغلقوها سابقا. من جهة ثانية، أعلنت القوات المسلحة العراقية انطلاق المرحلة الأولى لعملية أبطال العراق على الحدود مع سوريا والأردن، ولفت بيان القوات العراقية إلى أنها ستواصل مهامها وواجباتها في مكافحة التحديات الأمنية وحماية العراق من أي تهديد من خلال تقييم الموقف الأمني وتنفيذ العمليات العسكرية والأمنية بشكل مخطط له وفق متطلبات الاستخبارات. أما الآن فإلى طهران وآخر التطورات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة. حول هذه التطورات إضافة طبعا إلى أخبار أخرى تنضم إلينا مفادتنا إلى العاصمة الإيرانية طهران وفاء سرايا. مساء الخير وفاء، وتفضلي. مساء النور دينا، وشكرا جزيلا لك. بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نافتة جديدة نقدمها في نشرة الظهيرة لكم من هنا من استديو الميادين في طهران، في إطار تغطيتنا المستمرة لانتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة المقررة في 21 من الشهر الجاري. هذا وأعلنت اليوم هيئة الانتخابات أن وزارة الداخلية أودعت الدوائر الانتخابية اللائحة النهائية لأسماء المرشحين المشاركين في انتخابات مجلس الشورى، وأوضح رئيس لجنة الانتخابات أن عدد المرشحين الذين تم منحهم الأهلية بلغ 7148 مرشحا. هذا ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية صباح يوم غد الخميس وتنتهي صباح يوم الخميس المقبل. إلى ذلك، قال أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني آية الله أحمد جنتي أن مجلس صيانة الدستور لن يسمح لأي شخص بالتدخل في أصوات الشعب خلال الانتخابات المقبلة. جنتي أكد أن المشاركة الشعبية في الانتخابات ستكون تنافسية وتشارك فيها كل التيارات على عكس بعض التصريحات الخاطئة، مشيرا إلى أنه يجب على المسؤولين أن يكونوا جادين في حماية أصوات الشعب، لأن أعداء إيران يحاولون الحد من المشاركة الشعبية في الانتخابات. المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كوتخدائي كان قد شدد الميادين على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بكل نوع من الانتخابات المقبلة سواء أكانت لمجلس الشورى أو لخبراء القيادة. هناك قوانين انتخابية خاصة بكل انتخابات إيرانية. في انتخابات رئاسة الجمهورية والمجلس يعمل بقوانين ومقررات المجلس، أما في انتخابات مجلس خبراء القيادة يعمل بقوانين ومقررات هذا المجلس، فيما ينفذ مجلس صيانة الدستور في الحقيقة رقابته على أساس القوانين الثلاثة المقررة في المجالس. وفي مقابلة مع الميادين شدد كتخدائي على أن مجلس صيانة الدستور ليس ناديا سياسيا، متعهدا بعدم إعطاء أي حصة لأي شخص في الشأن السياسي.
مجلس صيانة الدستور ليس ناديا سياسيا. في مجلس صيانة الدستور يجب تطبيق القانون فقط، وإذا لم يطبق القانون فلهم أن يتخذوا أي قرار. لذلك نتعهد بتطبيق القانون بأفضل وجه، لكننا لا نعطي أي حصص أو تمييز لأي شخص في الشأن السياسي. وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي رأى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة ستعزز الوحدة والانسجام الوطني كما عززتها مسيرات ذكرى انتصار الثورة أمس، وأكد أن إيران باتت قادرة على تأمين كل احتياجات القوات المسلحة في أي مجال كان. وزير الدفاع الإيراني وعلى هامش اجتماع الحكومة نفى امتلاك بلاده صواريخ تحمل رؤوسا نووية، لكنها تفتخر بحيازتها صواريخ دقيقة رؤوس حربية عادية، وهو ما اختبره الأمريكيون في قاعدة عين الأسد. ورفض الانتقاد الفرنسي لمحاولة إيران إطلاق القمر الاصطناعي، مؤكدا أن هذا الأمر هو حق طبيعي، وأشار إلى أن منصة إطلاق صواريخ سيمورغ ما زالت تحت الدراسة، وسنستمر في العمل على تطويرها كما قال. كل الصواريخ الموجودة في إيران والتي نفتخر بها وتشكل جزءا هاما من قدراتنا الدفاعية مجهزة برؤوس حربية عادية، وهي صواريخ ذات دقة عالية، وقد اختبر الأمريكيون ذلك في قاعدة عين الأسد، ولذا لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. أما موضوع الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية وصناعة الأقمار الصناعية فلا علاقة لها بهذا الموضوع وليست عسكرية، وربما نستخدم الأقمار الصناعية في الموضوع الدفاعي، لكن المسألة بشكل عام غير دفاعية، وهي حق الشعب الإيراني الطبيعي، وسنكمل هذا البرنامج بقوة. هذا وأعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري أجهرمي على هامش اجتماع الحكومة اليوم أن 95% من مراحل إطلاق القمر ظفر كان ناجحا، لكنه أشار إلى أنه كان هناك خطأ خلال 12 ثانية ستتم معالجته في المحاولة المقبلة في 2 أيار مايو المقبل. تتوافد في القمر الاصطناعي ظفر 2 إمكانية نسخة القمر الاصطناعي ظفر 1، ولكن تتمتع عدسة كاميراته بدقة أعلى. طبقا للبرنامج التحضيري سيطلق هذا القمر الاصطناعي في أيار مايو المقبل بعد إنهاء التجارب اللازمة لوضعه في مداره المخصص. والآن ينضم إلينا زميل ملحم رايا مدير مكتب الميادين في طهران. مساء الخير ملحم، هل يمكن القول قد وقف السجال فيما يتعلق بأهلية المرشحين مع إعلان وزارة الداخلية وإيداعها للأسماء في الدوائر الانتخابية، ونتحدث عن أكثر من 7000 مرشح؟ وفاء، السجال لا يزال مستمرا في الحقيقة. أتحدث هنا عن الانتقادات أو الاعتراضات لدى بعض المرشحين الذين لم يوافق مجلس صيانة الدستور على أهليتهم، ولكن بالنهاية قال مجلس صيانة الدستور كلمته النهائية وأعلن عن القائمة النهائية بأسماء المرشحين الذين تمت الموافقة على أهليتهم. ستبدأ من يوم غد الدعاية الانتخابية والتي تستمر أسبوعا حتى يوم الخميس المقبل، وتنتهي يوم الخميس يوم صمت انتخابي على أن يكون يوم الجمعة هو يوم الانتخابات أو يوم الاقتراع. وبالتالي نحن الآن أمام قائمة من حوالي 7100 شخص مقدمة من قبل مجلس صيانة الدستور. هؤلاء يحق لهم الدخول في المنافسة الانتخابية، مع العلم بأن الذين تقدموا ربما بترشيحاتهم للانتخابات المقبلة، الانتخابات البرلمانية، يتخطى العدد تقريبا 14,000. إذن وافق مجلس صيانة الدستور على نصف العدد الذي تقدم بترشيحاته لهذه الانتخابات. طبعا هناك منافسة حقيقة، رغم أن التيار الإصلاحي رفض تشكيل لائحة موحدة باسمه عفوا، إلا أنه أعطى المجال للأحزاب الإصلاحية بتشكيل لوائح منفردة، وهذا ما قامت به الأحزاب الإصلاحية. بدأت بتشكيل هذه اللوائح وأعلنت عنها. بعض الأحزاب كحزب الاتحاد وهو من الأحزاب الإصلاحية البارزة رفض تشكيل لائحة باسمه على أن لا يشارك في هذه الانتخابات. بالنسبة للتيار الأصولي حقيقة كذلك الأمر، لم يشارك أو لن يشارك في هذه الانتخابات بلائحة موحدة. هناك عدة قوائم للتيار الأصولي، أبرز هذه القوائم
قائمة جبهة الصمود، قائمة تحالف قوى الثورة، الأصوليون الجدد، قائمة دعاة العدالة، قائمة التقدم والرفاه، وقوائم أخرى شابة كقائمة أو جبهة الجهاديين. هذه القوائم البارزة لدى التيار الأصولي وهي التي ستشارك في هذه الانتخابات. طبعا الشخصيات البارزة في الحقيقة في القائمتين جبهة الصمود وتحالف قوى الثورة تضم هاتان القائمتان أبرز الشخصيات الأصولية، بالإضافة إلى أن قائمة الأصوليون الجدد تضم محمد باقر قالباف عمدة طهران الأسبق، وهو أيضا من الشخصيات الأصولية البارزة. كذلك أنصار الرئيس الأسبق أو السابق محمود أحمد نجاد حقيقة شكلوا لائحة باسمهم وسيشاركون في هذه الانتخابات في لائحة يعني ومعروفة بأنها تابعة للرئيس محمود أحمد نجاد. نعم، بطبيعة الحال يعني بدأت حماوة التنافس تشتعل يمكن القول أكثر وأكثر مع مرور الأيام، وسنشهد المزيد يمكن من السجلات كما ذكرت، وخصوصا أنه غدا ستبدأ الدعايات الانتخابية للمرشحين. على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات والمعلومات الوافية حول الشق الانتخابي الزميل من الحمرية، كنت معنا من طهران. على خط آخر، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن إيران تعتزم متابعة قضية اغتيال الفريق قاسم سليماني في المحاكم المحلية وكذلك الدولية. موسوي كشف عن اجتماع عقدته الأسبوع الماضي اللجنة القانونية لهيئة الفريق سليماني مع كبار الخبراء القانونيين الإيرانيين، حيث ناقشت الأبعاد القانونية المختلفة للقضية بما في ذلك مسؤولية الجنات. وأشار موسوي إلى أنه تم إنشاء هذه الهيئة الخاصة في وزارة الخارجية برئاسة صادق خرازي بعد استشهاد سليماني. وكانت طهران ومختلف المدن الإيرانية قد أحيت أمس الذكرى 41 لانتصار الثورة، ومن بين هذه المدن مدينة قم التي تتمتع برمزية خاصة في الذكرى 41 للثورة الإسلامية في إيران. موفد الميادين إلى مدينة قم الزميل أحمد عبد الله تابع هذه المسيرات وأعد التقرير التالي، فلنتابع. لا تغيب مظاهر الثورة الإسلامية عن مدينة قم طوال العام، فبينهما علاقة خاصة تختزنها كل تفاصيل المدينة، لكن ذكرى الثورة هذه المرة بدت مختلفة. آلاف الإيرانيين وبمشاعر يطغى عليها الحزن والغضب حملوا صور الفريق الشهيد قاسم سليماني وجابوا شوارع المدينة متوعدين بالثأر لاستشهاده. الولايات المتحدة فشلت من خلال العقوبات وفشلت من خلال اغتيال الشهيد سليماني في تركيع الشعب الإيراني. نحن نؤيد الدولة الإيرانية والسيد القائد. بعض الشباب لم يكن يشارك في هذه المناسبة، لكن جريمة أمريكا بحق الشهيد سليماني دفعت الجميع إلى المشاركة هذا العام. يدرك سكان مدينة قم كما باقي سكان المدن الإيرانية أن عين الخارج تراقبهم، فحولوا الذكرى إلى مناسبة جددوا خلالها البيعة لمبادئ الثورة والسير على نهج الشهيد سليماني. الأطفال قبل الكبار اخترقوا الحشود الغفيرة، لم تمنعهم من المشاركة لا الظروف المناخية الصعبة ولا الأوضاع الصحية الحرجة. وما زاد أيضا من ألق المشاركين وتلاوينهم مشاركة أشخاص من جنسيات مختلفة. هم اللي حققوا النصر العظيم في المحافظات العراقية التي سقطت على يد داعش، هم الذي انتصروا على أمريكا وإسرائيل وآل سعود، هم اللي انتصروا على أعداء الأمة الإسلامية. أمريكا تريد خراب الشعب العراقي والإيراني. الموت لأمريكا والموت لإسرائيل شعاران رددهما المشاركون على وقع الأناشيد الحماسية، مع يقينهم بأن موعد خروج القوات الأمريكية من المنطقة لم يعد سوى مسألة وقت. الفريق الشهيد قاسم سليماني الحاضر الأبرز في الذكرى 41 لانتصار الثورة الإسلامية. الإيرانيون أرادوها مناسبة لرفع الصوت عاليا بوجه أعداء بلادهم والتأكيد على التمسك بنهج الشهيد سليماني وبمبادئ الثورة. أحمد عبد الله من مدينة قم، الميادين.
وفي ذكرى الأربعين لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تحضر أكثر معاني الشهادة التي تفرض عدم السكوت ومواصلة النهل من مدرسة المقاومة. تقرير غراسيا بيتار. سر الأبطال في جنودهم من الميدان الكبير إلى قلب عائلاتهم الصغيرة. الجنود هنا وعلى رأسهم منار جمال جعفر. أبو مهدي لم يكن شخص، بل هو كان مجاهد، هو مدرسة، شهادة تستدعي إعادة التدقيق في هذه المدرسة. لا يجوز السكوت. الأبناء والمدرسة التي رباها أبي إلى جانب أخيه وإخوته المجاهدين لم ينتهي هذه المسيرة، سوف لن تنتهي أبدا، ونحن سوف لن نسكت أبدا. لا يتصور أحد إذا اغتال أبو مهدي المهندس في العراق الصوت سوف ينتهي. احنا سنكون لسانه وسنكون يده في هذا الطريق، وكل المجاهدين الابرار الشرفاء الذين لا يغرسهم الراجفون ولا يخافون لومه لائم. استسمحك منار، ضيفنا في الاستديو الاستاذ حسين شيخ الاسلام يستمع إليك وهو يعني بأشد الإعجاب يمكن القول متأثرا، حتى الدموع غرورقت في عينيها كما لاحظت. هل من كلمة توجهها لكريمة الشهيد أبو مهدي المهندس أستاذ حسين؟ لا شك هو فاز، هو فاز في هذا الدنيا وفي الآخرة، والآن إخراج أمريكان من المنطقة بكثير أسهل لولا هذا الرجلين ورفاقهم كانوا حيا. لا شك هذا رأس مال كبير، هذا الدماء الطاهرة. تلك الأبدان الطاهرة التي تركت تحترق في الشارع وتناثرت إربا إربا للقول إن المسيرة انتهت، خرجت منها يد من نار لتقول نحن أقوى. إنها يد منار وأخواتها يصدحن بصوت واحد الباب الآن بدأ من جديد. ولكن هو مشروع سوف لا ينتهي أبدا، بل بدأ من جديد. أنا أؤكد لكم أنه باب الآن بدأ من جديد. ومع كلام كريمة الشهيد أبو مهدي المهندس نصل إلى ختام نافذتنا في الظهيرة لليوم. الآن عودة لاستكمالها مع الزميلة دينا زرقط. إليك دينا. شكرا لك وفاء، لكل فريق البيادين المتواجد معك في طهران. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مصادر حكومية أفغانية ترجح توقيع اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة وطالبان إذا قلصت الحركة هجماتها. أهلا بكم من جديد. رأت فصائل المقاومة الفلسطينية أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس استجدائي وهزيل ويكرس حالة الهرولة والترجي والعودة إلى نهج التفاوض. الفصائل أكدت أن القضية تمر بمرحلة صعبة تفرض على رئيس السلطة الإسراع في عقد لقاء وطني شامل، ورفضت حالة مماطلة والتباطؤ المتعمدة للوصول إلى إعادة الرهان الخاسر على نهج التفاوض مع الاحتلال والاعتراف بشرعيته. الفصائل شددت كذلك على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمواجهة صفقة القرن. أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن ثلثي الشعب الفلسطيني يؤيدون اللجوء إلى العمل المسلح أو العودة إلى الانتفاضة المسلحة، وذلك ردا على صفقة القرن. المركز وفي بيان قال أن نسبة 84% قالت أنها تؤيد سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، فيما أبدى 78% تأييدهم للجوء لمظاهرات شعبية سلمية، وقال
77% إنهم يؤيدون وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال 69% إنهم يؤيدون إيقاف العمل باتفاق أوسلو. بعد أن خطى السودان أول خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل، كشف محللون كيف شكلت العلاقات التي كونتها المؤسسة العسكرية في السودان سعيا لمواجهة الجنائية الدولية ومنفذا لمساعي التطبيع تلك. كما كشفوا عن سعي نتنياهو إلى تسجيل إنجاز جديد يتمثل في زيارته إحدى الدول العربية. منال إسماعيل. خروج مساعي التطبيع بين إسرائيل والسودان إلى العلن في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان كان طرف جبل الجليد في تلك العلاقة. ما الذي أدى إلى اللقاء الاستثنائي بين نتنياهو والبرهان في أوغندا؟ مراسلنا السياسي كشف التفاصيل في الكواليس. تبادل رسائل سرية عبر مواطن إسرائيلي بريطاني ووسيطة أوغندية، وكذلك علاقة للمحكمة الجنائية الدولية. لقاء نتنياهو البرهان كانت قد سبقته سنوات طويلة من الاتصالات السرية بين الجانبين السوداني والإسرائيلي بحسب ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية. لكن التقدم المفاجئ الذي سرع اللقاء وفقا لها كانت مبادرة قدمها المحامي الإسرائيلي البريطاني نيك كوفمان المتخصص بالدفاع عن المتهمين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى مساعد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات الذي يدعى معوز، وهو المسؤول أيضا من قبل نتنياهو عن العلاقات مع الدول العربية. إلى الصورة دخلت أيضا بحسب ما كشف في إسرائيل نجوى قدح الدم المستشارة السياسية للرئيس الأوغندي، وهي مقربة من السلطة في السودان وعلى معرفة بكوفمان أيضا. فكانت رسائل سرية شارك فيها كل من نتنياهو والبرهان وكوفمان وقدح الدم وبن شبات ورئيس الموساد يوسي كوهن أفضت إلى لقاء نتنياهو البرهان في أوغندا. لقد صنعنا التاريخ في أفريقيا حيث التقيت البرهان في أوغندا، وكان لقاء مهما جدا، واتفقنا على تعاون يقود إلى التطبيع بين إسرائيل والسودان. ما حققه نتنياهو مع السودان دفعه إلى التخطيط مع كوهن وبن شبات ومساعديه لزيارة عاصمة عربية قبل الانتخابات لتكون درة تاج إنجازاته السياسية والأمنية. محللون تحدثوا عن خيارات عديدة يضعها نتنياهو تتصدر السعودية أولها، لتكون الزيارة أفضل علامة على التقارب الذي بدأ في السنوات الأخيرة بين إسرائيل والسعودية، لتليها الإمارات ثم البحرين، ولتحل المغرب في المرتبة الرابعة، وكل ذلك بمساعدة الإدارة الأمريكية ودعمها. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حقوقية تأكيدها أن بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا طلقت رسميا طلبات بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن. وأوضحت رويترز أن شركة ستوكوايت البريطانية للمحاماة رفعت الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية، وذلك نيابة عن الصحفي عبد الله سليمان عبد الله دوبلة وصلاح مسلم سالم الذي قتل شقيقه في اليمن. وجاء في نص الشكاوى التي رفعت اليوم أن الإمارات العربية المتحدة تتحمل المسؤولية عن التعذيب وجرائم الحرب ضد المدنيين في اليمن بين أعوام 2015 و2019. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الاستخبارات الأمريكية والألمانية تجسستا لسنوات على أكثر من 100 بلد بواسطة شركة سويسرية لتشفير الاتصالات. عباس صبخ. واشنطن تتجسس على أكثر من 100 دولة في العالم، فالاستخبارات الأمريكية وبالتعاون مع نظيرتها الألمانية استخدمت على مدى سنوات تجهيزات تابعة لشركة سويسرية متخصصة بتشفير الاتصالات للتجسس على الأعداء والأصدقاء. صحيفة واشنطن بوست كشفت في تحقيق مطول أجرته بالتعاون مع التلفزيون الألماني ZDF ومحطة الإذاعة والتلفزيون السويسرية SRF أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اشترت في عام 1970 شركة التشفير كريبتو أي جي في إطار شراكة سرية للغاية. الشركة السويسرية كانت قد تربعت بعد الحرب العالمية الثانية على عرش قطاع بيع تجهيزات التشفير المحمولة، وقد باعت تجهيزات بملايين الدولارات
دولارات لأكثر من 120 بلدا. أما تشفير التجهيزات التي بيعت إلى حلفاء الولايات المتحدة فظلت في عهدة واشنطن، بيد أنه بعد كشف المعلومات عن التشفير قررت سويسرا تعليق رخصة عامة للاستيراد كانت قد منحتها للشركتين اللتين ورثتا كريبتو إيجي، وذلك بانتظار تقديم الإيضاحات اللازمة. وكالتا الاستخبارات الأمريكية والألمانية عمدتا إلى التلاعب بتجهيزات الشركة بغية فك الرموز التي كانت البلدان تستخدمها في توجيه رسائلها المشفرة، لكن البرنامج لم يتح التجسس على خصوم رئيسيين للولايات المتحدة ولا سيما الاتحاد السوفيتي والصين لعدم تعاملهما مع كريبتو. من جهتها أكدت CIA أنها على علم بهذا التحقيق من دون الإدلاء بأي تعليق رسمي حول عملياتها. رجحت مصادر حكومية أفغانية لرويترز أن يتم توقيع اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة وطالبان خلال الشهر الجاري إذا قلصت الحركة هجماتها. ووفق المصادر فإن الاتفاق قد يفضي إلى سحب قوات أمريكية من أفغانستان. وتأتي هذه التصريحات غدا تحديث الرئيس الأفغاني أشرف غني عن انفراجة محتملة في المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد مع زميلة أليسار كرم. أليسار مساء الخير. مساء النور دينا. شكرا لك. أهلا بكم. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، وأن كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم في محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام. وعقب ترأسه اجتماعا اقتصاديا دعا عون إلى التمييز في هذه المرحلة بين الآدمي والسارق، وأعرب عن ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة. وأعاد عون التأكيد أن العبء الذي يتحمله لبنان من جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الآن إلى نحو 25 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. قالت جمعية المصارف اللبنانية إن على لبنان عدم التخلف عن سداد اليورو بونز التي تستحق في أذار مارس المقبل. الجمعية قالت في بيان إن التخلف عن سداد هذه الديون الخارجية يعتبر حدثا كبيرا، وإن المطروح هو إعادة برمجة الدين بالتفاهم مع الدائنين، وهذا يحتاج إلى وقت طويل واتصالات كثيرة، ويستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية. في إضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور إلي يشوعي. أهلا بك دكتور يشوعي. أهلا. بداية يعني لماذا برأيك تطلب المصارف اللبنانية جمعية المصارف أن لا يتخلف لبنان عن سداد سندات اليورو بونز فيما تتعالى أصوات أخرى داعية إلى التوقف عن السداد؟ ما مصلحة المصارف؟ ربما المصارف هون تريد أن تصيب عصفورين بحجر واحد. أولا مسألة أنه مصداقية لبنان والأسواق المالية في الأسواق المالية العالمية، ولكن خصوصا بالنسبة لدفع الخزينة اللبنانية مستحقات للمصارف التي هي بحاجة ماسة إلى سيولة في هذا الظرف. ولذلك يعني المصارف تشدد على عدم التمييز في تعامل الخزينة بموضوع السداد مع الذين يحملون من الخارج تلك السندات اليوروبون، وطبعا المصارف اللبنانية التي لا تزال تحمل باعتقد حوالي 400-450 مليون دولار من هذه السندات. طيب ماذا لو قرر لبنان عدم سداد هذه السندات؟ يعني إذا أعلن دولة مفلسة ماذا يعني أن يكون لبنان دولة مفلسة؟ هون بك تسمحي لي دقيقتين وضح. نعم. هذه المسألة. نحن بنعرف الدول أنه في بتصدر أو بيتم إصدار سندات دينة بطريقتين. أولا الإصدار بيكون بالسوق الأولية، ممكن أنه هذا الإصدار بيوقف هون وبيحملوا مكتتبين بيحملوا لكل الفترة الزمنية يلي بالطول أو بالأحرى يلي من بعد منها بيتحدى تاريخ التسديد. فإذا مثل المصارف مثلا حاملة هذه السندات، وطبعا حتى تاريخ استحقاقها بعائد معين بفوائد معينة، وضامنة أنه الدولة اللبنانية بتدفع لها الفيس فاليو تبعها يعني قيمة إصدارها. هلأ في سندات أخرى
بتروح من السوق الأولية للسوق الثانوية. شو يعني؟ يعني بيتم التداول فيها طرحة بالأسواق المالية يعني بالبورصات، بيصير في تداول بهذه السندات. هلأ شو بيصير بهالسندات؟ إما اللي بيزيد الطلب عليها طبعا تبعا للأوضاع المالية تبع الدولة المصدرة، طبعا بيرتفع سعرها بتنزل الفايدة لأنه العائد عليها بيكون دائما ثابت. فإذا لم بيرتفع سعرها الفايدة طبعا بتنزل، وهيدي لمصلحة الدولة المصدرة. أما إذا انخفض سعرها الفايدة حتما بدها تطلع، تضل العائد بالنسبة هو ذاته يلي حامل هذا السند. اليوم الدولة اللبنانية، أنا اللي بدي أقوله أنه الدولة اللبنانية اليوم ليه عم تيجي تعلن أنه أنا يمكن أن أسدد بتسعة أدار؟ ما في لزوم أنه يتم هذا الإعلان. ليه؟ لأنه هلأ نية سعر الفيس فاليو يعني سعر اليوروبون اللي عم يتداول فيه بالبورصات برا، سعر تقريبا يمثل نصف سعر الإصدار، والفوائد عليه عالية لأنه العائد لازم يكون ثابت. فإذا من مصلحة الدول أنه لما سندات أسعار السندات بتكون متراجعة والفوائد عالية بتصيب عصفورين كمان فرد حجر، بمعنى أنه بتوفر فوائد، دفع فوائد، وبترجع بتسدد دينها بنصف قيمته. ولكن دكتور يشوعي، ألا ترى أنه إذا اختارت الدولة اللبنانية أن تسدد قيمة اليورو بونز المستحقة في أذار مارس المقبل وهي الأكبر في عام 2020، هذا يعني أنها قد تعجز عن سداد رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام مثلا، أو عن تسيير المرافق العامة، أو عن تقديم الخدمات؟ يعني هذا سيحصل على حساب المواطن. خليني كمان لمصلحة الدائمين، خليني كمان بشكل هوني أنا أحمل مسؤولية هالدولة هاي، إنه عادة الدول لمن أسعار سعر سندها بيتراجع والفايدة بتعلى إلى مصلحة إنها تشتري قبل ما تعلن أنه أنا بدي سدد بتاريخ الاستحقاق، لأنه حكما هذا الإعلان بده يعلي السعر من جديد ويكلفها أكثر. هي من ناحية. من ناحية تانية الدخول بموراتوار. الموراتوار شو يعني موراتوار؟ يعني لما بتجي الدولة يلي عندها أزمة أو مرة بأزمة مالية بتجي بتطلب من الوسطاء الأساسيين يلي سوقوا لها هالأوروبون، تطلب منهم أنه يبحثوا مع الدائنين إذا في إمكانية إعادة الجدولة، إعادة هيكلة الدين. ولكن في تبريرات وفي تحليلات بدها تتقدم، وفي برامج جديدة بدها تقدمها الدولة، بمعنى أنه إذا قبلنا بإعادة الهيكلة، إذا الدائنين قبلوا بإعادة الهيكلة بدهم يقبلوا فيها على أساس أنه التواريخ الجديدة اللي بده يتم تحديدها الدولة اللبنانية مثلا سوف تلتزم بالدفع له، لأنه بتكون قدمت برامج إصلاحية إنقاذية مقنعة للدائنين. فإذا الموراتوار منا عملية سريعة، هيدي بدها وقت. وبالتالي الدولة اللبنانية ما عندها بقى غير خيار واحد كانت أنه تشتري دينة بنص قيمته، لكن مع الأسف ما نعمل هيدا. أنا هون برسم نقاط استفهام حول هالمسألة هاي، لأنه أكيد في مستفيدين منها. عم تعلن أنه ربما أدفع، بمجرد أنه ربما أدفع بدها تدفع ترجع السعر كما كان على الإصدار. شكرا لك الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور إلياشوعي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. قال أشخاص مقربون من رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نيسان كارلوس غوسون إن المحامين سيردون في الوقت المناسب على دعوى الشركة للمطالبة بتعويض عن أضرار. وكانت الشركة اليابانية قد أعلنت أنها أقامت دعوى مدنية بحق غوسون تطلب فيها 91 مليون دولار عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي. وكان غوسون قد فر إلى لبنان من اليابان بعد خضوعه للاحتجاز والمحاكمة بتهم مختلفة، وهو يدافع بالبراءة فيما يتعلق بارتكاب مخالفات مالية وتهرب ضريبي، ويؤكد أن هناك مؤامرة حيكت ضده. بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك دينا. شكرا لك إليسار. أعلنت بكين تراجع زيادة اليومية للإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوعين تقريبا، في ظل توقعات لخبرائها بأن ينتهي تفشي هذا الفيروس في غضون شهرين، غير أن خبراء دوليين حذروا من أن الانتشار بات يهدد مناطق أخرى من العالم. محمد أبو عبد الله والتفاصيل.
تفاؤل صيني باقتراب نهاية كابوس كورونا الجديد، والذي توقع ذروته أن تكون هذا الشهر أحد مستشاريها الطبيين قياسا على تباطؤ وتيرة زيادة حالات الإصابة. نهاية للتفشي قد تكون في تقديره بحلول نيسان أبريل المقبل، في ظل تسجيل 2015 إصابة جديدة يوم الثلاثاء، هي الأقل منذ 30 من الشهر الماضي. مؤشرات التباطؤ وفقا للبيانات الصينية يعززها تراجع الأضرار الناجمة عن الإصابة بالفيروس وفقا للمستشار ذاته. هناك اتجاه بأن كورونا الجديد يتسبب في ضرر أقل، وخاصة في الجهاز التنفسي السفلي حتى في الحالات الحرجة. لكن منظمة الصحة العالمية لا تشاطر الصين التفاؤل ذاته، فمديرها العام يدعو إلى مزيد من الجهود لمواجهة عدو مشترك لا حدود لانتشاره. مع إحصاء 99% من الحالات في الصين، يبقى الوضع طارئا للغاية في هذا البلد، لكنه يشكل أيضا تهديدا في غاية الخطورة لبقية العالم ما لم نستغل هذه الفرصة المتاحة لنا الآن. يصر تيدروس على أن البشر في امتحان حقيقي يتطلب تضامنا سياسيا وماليا وعلميا. لهذا حشدت المنظمة مئات الخبراء في اجتماع ليومين سعيا لتسريع تطوير علاج أو لقاح ضد الفيروس، لكن الخبراء يقولون إن ذلك قد يستغرق أشهرا أو حتى سنوات، لعل الفيروس يصبح خلالها في خبر كان. احتلت الصين عام 2019 المركز الأول في الوجهة السياحية حول العالم، ومثلت أكبر مصدر دخل للسياحة الدولية. عبدالله ظاهر والتفاصيل. أهلا بكم. باتت الصين في السنوات الأخيرة وجهة سياحية مفضلة على مستوى العالم، ما جعلها أكبر مصدر دخل للسياحة الدولية مع حلولها بالمركز الأول في العام الماضي، بعدما كانت سابعة عام 2003، حيث بات الصينيون ينفقون أموالا كثيرة خارج بلادهم. زار الصينيون في العام الماضي نحو 170 مليون وجهة سياحية حول العالم، أبرزها تايلاند، هونغ كونغ وماكاو، إلى جانب باريس، سيدني ونيويورك. أنفقوا فيها نحو 277 مليار دولار وفقا لأرقام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. الإنفاق الصيني أوقفه فيروس كورونا، مع إيقاف عشرات شركات الطيران رحلاتها من وإلى الصين في محاولة لاحتواء الفيروس، ما أصاب السياحة في الصين بالركود والجمود، وأفقد الوجهات السياحية في العالم زبونا على مدار العام هو السائح الصيني. ومع تفشي الفيروس تم فرض حظر السفر وإلغاء الرحلات الجوية، الأمر الذي خفف كثيرا من الأنفاق السياحي الصيني في الخارج، كون السياح الصينيين يمثلون أكثر من 10% من قطاع السياحة العالمية. فيما أظهرت أرقام منتدى التعاون الصيني العربي للسياحة أن عدد السياح بين الصين والدول العربية ارتفع بنسبة 16.5% خلال السنوات الخمس الماضية، مع سعي لإيصال الرقم إلى مليوني زائر سنويا، فيما وجد 1.5 مليون صيني في المنطقة العربية وجهة سياحية مفضلة لهم. من الجو إلى البحر، حيث ألغت عدة شركات شحن بحرية رحلاتها من الصين وإليها، وفرضت قيودا على الركاب منذ بدء تفشي الفيروس، حيث تم توقيف سفينتين بحريتين في اليابان وهونغ كونغ، وخضع 5000 شخص على متنهما للحجر الصحي والفحوص المخبرية. والآن إلى العناوين. استشهاد مدني سوري برصاص دورية للاحتلال الأمريكي في ريف القامشلي، والأهالي يتصدون لها ويمنعون مرورها ويعتبون عددا من الآليات. الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى الإيراني تودع في الدوائر، والدعاية الانتخابية تبدأ غدا، ومجلس صيانة الدستور يشدد على عدم التدخل في خيارات الشعب. ثلثا الشعب الفلسطيني يؤيدون اللجوء إلى العمل والانتفاضة المسلحة ردا على صفقة القرن وفق استطلاع للرأي. رويترز تنقل عن مصادر حقوقية تلقي بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا طلبات للقبض على مسؤولين إماراتيين بسبب جرائم حرب في اليمن. واشنطن بوست تكشف أن الاستخبارات الأمريكية والألمانية تجسست على أكثر من 100 بلد بواسطة شركة سويسرية لتشفير الاتصالات.
وكان في هذه الظهيرة الرئيس اللبناني يؤكد أن كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القانون، وجمعية المصارف تدعو إلى سداد سندات دولية مستحقة الشهر المقبل في موعدها. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net والميادين الإسبانية لمتابعينا باللغة الإسبانية. إلى اللقاء.